صباح الخير للجميع، وفي البداية اسمحوا لي وبالنيابة عن جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية أن أشكر جميع الأخوة والأخوات القائمين على تنظيم هذا اليوم العلمي، والذي يأتي ضمن أنشطة الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية. بصراحة تأتي مشاركتنا في الإغاثة الطبية سنويا في هذا النشاط وفي الأنشطة المختلفة التي تنظم للتوعية بالمضادات الحيوية انسجاما مع الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الجمعية كمؤسسة مجتمع مدني تعمل في المجال الصحي، وجزء رئيس من عملها يعتمد ويتركز على تعزيز التوعية الصحية. خلال الأعوام السابقة وعلى مدار يعني سنوات عملها كجمعية أهلية تعمل في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ونحن نتحدث عن يعني أكثر من الآن 40 عام على تأسيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، قامت الإغاثة بالعديد من الأنشطة التوعوية الخاصة بترشيد استخدام الأدوية وأيضا المضادات الحيوية. خلال السنوات الماضية يعني نتعاون بشكل وثيق مع الإخوة القائمين على هذا النشاط، وسنويا نشارك في الأنشطة المختلفة سواء بالأيام العلمية بالافتتاح أو في العمل مع يعني مع المجتمع للتوعية باستخدام المضادات الحيوية. لن أطيل عليكم كثيرا، كما هو معروف أن التعاون والتنسيق هو جزء رئيس من عملنا كمؤسسة أهلية، ونحن نطمح من هذا التعاون والتنسيق يعني أن نحسن استخدام مواردنا المحلية في التوعية الصحية وفي مجالات أخرى. أتمنى لجميع الإخوة المشاركين في هذا اليوم العلمي أن يكون يوم علمي مفيد، وأن نخرج بتوصيات قابلة للتطبيق، وشكرا لكم مرة أخرى.